قرار الاعتزال ده حضرتك كنت يعني واعيه استشارتك فيه ولا لا؟ كنت اصغر من انه؟ لا كنت متجوزه. ايه ده والله؟ طبعا لا. هي اللي شجعها على الاعتزال ان انا لما جبت ابني خلفت ابتدت بقى مبسوطه بالاسره بقى. يعني تنسيش واحده اشتغلت وهي عندها 15 سنه. صح. انت فاهمه جايه منين؟ فلقت في اسره بنتها جابت ولد واحنا كنا قاعدين معاها، السينما نزلت، تقول لك لا طب ما انا اعوض السنين كلها اللي فاتت، فاهمه ازاي؟ مع بنتي ومع حفيدي ومع يعني حبت الاسره وحبت البيت. هي لقت سعادتها في المرحله دي جدا في البيت ومفيش حاجه شجعتها. ما هو لو كانت السينما زي الاول كان ممكن يبقى ايه بتعمل ما بين هنا وما بين هنا.